مهام مهامك تفوق الى التدريس بالطلاب. بدايه الكثير من مهام التخطيط والتنسيق بالاضافه الى مهام اداريه. يعني انا وانا موجود في المدرسه انا علي تدريس المنهج، التخطيط وتحديد الاهداف باستخدام الادوات التكنولوجيا. ايه هي الوسيله او الاستراتيجيه اللي انا بتبعها في التدريس؟ بعد كده بنشوف مدى ملائمه الوسيله دي او الطريقه دي اللي بوصل بيها المعلومه للطالب، وبعد كده اشوف هي ايفالويشن التقييم. تعالوا نشوف مع بعض ان هنا في مهارات او مهام ايه بتحقق الكفاءه ليك كمدرس. تعالوا نشوفوا هنا يوضح الجدول ده كيفيه اجراء العديد من الانشطه. تعالوا نشوف الحاجات دي بتواجهك ولا لا، وبعد بيعرض لنا مجموعه من الاسئله. تعالوا نشوف النشاط، اهم حاجه يبقى يكون في نوع من التخطيط. لو في تخطيط، ايه هو الاسلوب التقليدي؟ احنا قلنا الاسلوب التقليدي بينمي ايه؟ نوع من الملل، نوع من ايه؟ من عدم الاكتراث للمدرس، بتزيد عدد ايه؟ المشاركه. عملنا النوع التقليدي قلنا ايه؟ نطلبه باستخدام التكنولوجيا الحديثه. التكنولوجيا الحديثه والوسائل المتعدده عملت ايه للطالب؟ عملت ايه للفص؟ عملت ايه للماده العلميه؟ غيرت من المهام المعلم بالتبسيط تدريس الماده العلميه. المعلم بعدم ما يكون ايه مرقي للماده، مسيطر للفصل، كل دوره بيبقى ايه موجه، ميسر، مساعد، هيبقى ايه للطالب. الطالب بدا هو اللي بيتحكم في الماده التعليميه، ليه؟ ان هو بيعمل انشطه، بيبحث، بيتحاور، بيتصل بزملائه، بكل عمله تمكنت من الماده العلميه اللي ممكن بها ايه يتحاور، يتناقش، بيحل في استخدام التكنولوجيا الحديثه. طيب اذا عمليه التخطيط توفر نماذج مطبوعه او كتب مصممه. فالتقييم يحصل الطلاب على تقييمات ورقيه، ده اسلوب ايه؟ تقليدي. احتفاظ بالسجلات، يتبرع المدرس بيحفظ السجلات في الكتب بالسجلات الوثائق. طيب في التنسيق والاتصال، طريقه الاتصال بايه؟ واولياء الامور في الهيئات ازاي؟ تبادل المذكرات واستخدامات ايه؟ اوراق يوميه. طيب هل في تعاون؟ هل في مشاركه؟ في النظام التقليدي لا، انا بتشوف الطالب ايه؟ بسمع فقط، مستمع، مستمع فقط. طيب عشان انا ادعم الاسلوب التقليدي انا اضطر استخدم ايه؟ التكنولوجيا الحديثه اللي هي مثلا عد تدعيم وسائل. ادعمنا في اي برنامج؟ في اي برنامج؟ زي مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد ممكن تخش الدرس طبعا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك او على الانترنت ايه المدرسه بالمشاركه واعاده استخدامه ايه في المستقبل. خلاص كل دي اهداف التعلم، نشوف الموارد المطلوبه، نشوف ملاحظات ايه في التدريس. طيب كيف يمكن بتقنيه المعلومات والاتصال توفير وقت الهام او اداء هذه المهام عند التقييم في الطلاب؟ ممكن استخدم ايه غير برنامج الورد اللي بيساعدني في التقييم الايفالويشن؟ قلنا برنامج ايه؟ في البدايه قلنا برنامج اكسل، برنامج اكسل في التقييم، باوربوينت ممكن يساعدني في استجابه الورق. وفي ايه تاني؟ عمليه ايه العرض؟ العرض فقط مع المستشارين ودفع التشريعات ايه؟ تعليمات المدرسه زي ما انا قلت المشروع بتاعك التعليمي اللي مثلا هنا المديريه التشغيليه بتاعتي. طيب نكمل مع بعضينا في برنامج اكسل، مايكروسوفت اكسل، وباور بوينت. انا ما رضيتش اسلم البيانات عشان الموضوع ده مش ليا، ما رضيتش اسلم البيانات لحد قال لي الموضوع ده لسه ما وصلتش البيانات. على كده استاذ محمد راضي يرفع يتصور معايا. وانا يا رب كيف يتم الاتصال بأولياء الأمور؟ هل في اتصال؟ اتصال بنبعت له ايه رسالة عن بلد الأمور بتاع بلد العادي بتاعنا، فجأة ما ماشي يعني عمل روتين. حتى التفاعل مع أولياء الأمور مش تفاعل إيجابي، وإنما ايه تهديد وتفاعل سلبي. احنا دلوقتي استغلنا التكنولوجيا، استغلناها ايه مفهوم الشريحة دي؟ قلنا ايه الكلام ده؟ قلنا ازاي احنا بنستخدم عملية الاتصال ومشاركة أولياء الأمور بالعملية التعليمية عن طريق ايه؟
20. هو بيوان نير درايف ثم ايه البرزنتيشن اي فيديوهات
التصميم معانا استخدام ايه الباوربوينت تحميلها على اوفيس 365 في الليبر، وفي عندي او الايه اليوتيوب كل اللي عليه اخد الليل سواء كان في موقع مايكروسوفت الكمبيوتر يطالبني بالليل او في موقع المدرسه اللي بتاخدها، وبعد ما تحط الليل تشرب خلاص يا شباب. طيب نقطه ثانيه اقول لك كيف يمكنك البدء باستخدام ادوات تقنيه المعلومات والاتصال لتعزيز الانتاجيه في المدرسه. ده كله بيساعدنا على تعزيز العمليه المدرسيه، بيساعد على تنميه الماده، بيساعد على تغيير ادوار معلم وطالب، تيسير الماده التعليميه. دوري والاصبحين موجه بامان انك انت توصل هدف المدارس، مدرستك لازم تتطور، مشروعاتك التعليميه لازم تشوف على المستوى المحلي والعالمي، تكون يبقى جهات ذات قيمه مشاركه الطلبه، مشاركه زملائك، ممكن تعمل بروجيكت مشاركه مدارس ثانيه، مشاركه تاني اونلاين بلاد ثانيه، وهكذا تكون هي الحيويه والتفاعل باستخدام التكنولوجيا لك. فيقول ايه هي المهام؟ هي الخطوات التي ستقوم بها لتطوير هذه المهارات. لتطوير المرورات. طيب في طريقه هنا اجعل هذه الخطوات محدده وقابله للقياس. لازم اي حاجه انا بعملها اشوف نفسي انا اقدر باديها ولا لا؟ ايه هو المستوى العمل بتاعي ده اذا طبقته على الطلاب؟ ده عندي فروق فرديه، واحنا قلنا الفروق الفرديه انا ممكن الاقي انا شفت مستر عالم فوق جدا في التصوير، مستر رمضان في عامل ده ايه؟ التركيب، الانشاء، عمل فيديو، عمل مش عارف نشاط معين في التصميم، انا استفاد الطالب ده يعلم مين؟ زملائي، اذا الطالب بقى ايه؟ يعلم من بعض. ده كله بيبقى نوع من التمويل. طيب، شوفوا الجزء الثاني الاهداف المترافقه عن الانجاز. تحقيق طرق بسيطه لبدء استخدام تقنيه المعلومات والاتصال في القيام بالمهام الروتينيه. اشراك الاخرين في استخدام تقنيه المعلومات. والاتصال، لو اني عندي زميل عنده خبره احسن مني انا ممكن اشاركه في تصميم علم، ما فيهاش حاجه، تعاون كولابوريشن، في نقاش في كولابوريشن مع بعض. تحديد الخطوات ده فنيا المعلومات والاتصال دي كلها بتساعدني على ايه يوميا في تحسين العمليه التدريسيه، في تحسين عرض الدرس. طيب هل يمكن تنفيذ هذه المهمه بطريقه اكثر فاعليه باستخدام قبل البدء باستخدام تقنيه المعلومات والاتصال لتنفيذ المهام الروتينيه؟ من الضروري تقييم مدى الاستفاده العلميه من المحتوى ده. انا ما اجيبش حاجه ما اعرفش عنه حاجه. هو هتحط، هو هتستخدم برنامج انا ما افهمش عنه حاجه. جرب البرنامج الاول، شوف الماده العلميه دي ايه، شوف الوسيله دي ازاي واستخدمها ومرنا في المعمل قبل ما اعرض على الطالب. دخل المعمل، شوف المعمل امكانيات تحقيق اجراءات استخدام قالب الدروس في الوورد او اكسل. طب لو ممكن اعمل مجموعه من القالب استخدامها على اساس سكور، فممكن اجهز كم المحتوى بتاع الدرس، المنهج نفسه، كل درس انا اعمل تصميمات معينه، ده الاسبوع ده او كل يوم بقى انا رايح اعرض البرنامج ده، يبقى فرق بين كده بس ادخل على طول عمل اكثر من قبل، من قبل قبل ايه؟ يقول ايه؟ حسب اكيد انك انت بتشوفها في النفس، ثقة في النفس، عملية من ايه؟ الثقة انك انت تقدر تحاول على استعداد الجو بالاسئلة الموجهة للطلاب. استخدامات أخرى للتقنية زي ايه يا جماعة؟ ها؟ أنحال البيانات كده، في وضع الجداول الزمنية أنا بحضر يعني تبع خطة معينة كل ما أشرح لك. في فهرس عندي، ده كله ممكن أعمل فين؟ في الفهرس تحديد الموارد والتطوير المهني أو استخدام برامج أخرى أكثر تطورًا. كله بدل ما كله بقى حاطه في الوورد، انا تعلمنا الوان نوت عباره عن دفتر يومي ليك لكل حاجه انا بعملها، صفحات انا النهارده اسم الطلاب، النهارده مش عارف الماده العلميه، النهارده الوسيله، النهارده الطريقه اللي بستخدمها في الدرس للطلاب، وهكذا دي عمليه تطوير وجذب. كل ما انا اعددت، كل ما انا خططت، كل ما يسرت العمليه ايه؟ التعليم. طيب هل باعتقادك يمكن ان يصبح رفيقك؟ مين باعتقادك؟ مين يكون رفيقك؟ الانترنت. ابو زيد قال الانترنت، مين كان تتوقع عنه؟ من هو رفيقك في التعلم؟ من هو رفيقك في التعلم؟
قولي لو انا في احسن من النت ندور عليه اي حاجه مش هنلاقيها ندور عليها في يبقى تكنولوجيا زميلي المكونات بتاع الحلمية طيب وبالنسبه للدخل الخاص بتتمنى هو رقم التعلم الله ينور عليك يبقى هنا في طالب الطالب هنا ممكن تكون مساعده زملاء في التعلم زي ما انتوا قلتوا ممتع جدا يبشرك زي المتعلم تمام ممكن الطلاب اساعدهم سؤالهم تطبيقهم استخدام التكنولوجيا مهارة استخدام التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات كله بنمي عملية التعاون وتنمية المعرفة. حتى يد نفسك هل تفضل؟ معلش خلاص دي على الامتحان هنا دقيقة هل رجعت نفسك؟ هنا الواحد لما يبني يعلق أمانة ضمير راجع نفسك قيم نفسك اسمها سيلف اسسمنت هل انا النقطه دي شرحتها صح طب كان ايه المفروض اضيف عشان لما اجي اشرحها مره ثانيه ما اخطاش معاك في اخطاء ثاني في حاجه ثانيه طريقه الاستراتيجيه اللي انا اتبعتها في تحضير الدرس او في اعداد الدرس او عرض الدرس هل كانت ملائمه ولا لا؟ طيب ايه ده هل الخطط كانت مرتبه؟ هل المهام كانت مرتبه؟ هل انت كل شيء كان في مساره الطبيعي؟ هل عملت مدونه يوميا؟ هل عملت في الدرجه حددت ايه اللي انا هحكي هذا للطلاب؟ هل نشرت التوعيه بينك وبين طلابك؟ هل الطلاب كان ليهم رد فعل؟ هم قاموا بالتعاون بالاستجابه بالتفاعليه لاعمالك ولا لا؟ اذا في عمليه دي مراجعه فيدباك كل شيء انا بعمله. ومن الخطا انا ممكن ايه؟ اعدل او اضيف او الغي. واخد بالك زي ما احنا عملنا هنا شفت الاعمال وقعدنا ايه نعمل عمليه الفيدباك. تحديد النجاح بشكل سريع ازاي كيف يمكن تحديد النجاح؟ يمكنك استخدام تقنية المعلومات في الاتصال لدعم التطوير المهني. يمكنك استخدام التقنية في توسيع مداركك. يمكنك استخدام التقنية لزيادة الخبرات المهنية. فهم احنا انا كنت مدرسة عادي وان انا ايه عن طريق استخدام التكنولوجيا عن طريق الاتصال بالاخرون وشفت ناس من الاردن من اسبانيا من امريكا من البرازيل من المانيا دي طب هم عاملين ايه؟ طب ليه انا ما ابقاش زيهم؟ عملية الاتصال والاطلاع بكل عامل فيه زادت ايه؟ فهم الثقافة التكنولوجية، ثقافة مهو الأمية الرقمية زي ما بتقول الناس يا رشد، عملنا مهو الأمية الرقمية، عدلنا نفسنا التكنولوجيا استفدنا، أنت مش أحسن مني، ليه أنا ما بتعلمش زيك وهكذا، عملية البحث، عملية الاطلاع بتنمي عندك المعرفة، وفي نفس الوقت تقنينات بالذات. طيب إيه هو جانب التطور المهني الذي ترغب فيه التركيز؟ أو أنا اكتساب المعرفة تجاه المادة، فعلاً هتكتسب المعرفة في تغيير الأنماط، تغيير الاستراتيجيات اللي أنت إيه بتعرضها وبتشرحها إيه للفصل. في اتجاه طرق التدريس، تحسين فرص التوظيف، البحث عن المعلومات عن تغيير المناهج، المنهج بتاعي ممكن يتغير يتعدل، في قراءة المنهج بتاعك بالدرس، إيه هي نقاط الضعف؟ إيه هي نقاط القوة؟ تطوير مهاراتك في استخدام التقنية، الاتصال بالمحترفين المهتمين بنفس الاهتمام. يعني في البعض انا اخاف السكت زي ما قلنا قبل كده، هل انت بتخاف من استخدام التكنولوجيا؟ هل انت لا ترغب في استخدام التكنولوجيا؟ طبعا ده كله اسمه ايه؟ القضاء على الرهبه بايه؟ بالممارسه، لازم انت تحب التكنولوجيا عشان هي تحب، لما تحبك التكنولوجيا بتديك ايه؟ الخبره الاكثر، الخبره لتعديل نفسك، الخبره لتطوير نفسك، لتطبيق الفصلك، لتطوير الايه؟ الاستراتيجيه التعليميه. تطوير المادة العلمية نفسها، تطوير المادة العلمية ايه بتفهم وتوصيلها وتوصيلها ايه للطلاب. دي كلها مين ايه فرص التعلم اللي احنا ايه ممكن نستخدمها. ليك دور طول ما انت طورت طول ما انت شاركت ليك دور في المدرسة في الإدارة.